السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهارده مهم جدا، وبخاصة في هذه الفترة وموجة كورونا الثانية. هنفتح النهارده ملف مهم جدا، الصحة في مصر. بداية حابين نتكلم عن أهم الإنجازات اللي تمت في مجال الصحة منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هدفه الأول هو المواطن المصري، صحة المواطن المصري، لأن بدون ما يكون المواطن المصري لديه صحة جيدة لن تستقيم الحياة، ولن يكون أبدا هناك إنتاج، ولن تتقدم هذه الدولة. إذن الحجر الأساسي لهذا التقدم هو صحة المواطن المصري. مبادرة 100 مليون صحة التي قام بها سيادة الرئيس والتي أشرف عليها بنفسه كانت مبادرة هامة جدا في أشياء كثيرة، واندرجت تحتها كثير من المبادرات. مبادرة 100 مليون صحة كان بدايتها استهداف حوالي 50 مليون مواطن للقضاء على فيروس سي، اللي بحلول شهر يوليو 2020 استطعنا ان احنا نقول مصر قضت على فيروس سي. الجميل في الأمر ان مصر لم تبدأ في هذه الحملة للمصريين فقط، لكن كمان للمقيمين في مصر، وأيضا لطلاب المدارس، بحيث أن حوالي 9 مليون طالب تم كشف عليهم، ويعني مراعاة هل هناك فيروس أو غير موجود. طيب بعد كده هنلاقي أن المبادرات التي قام بها سيادة الرئيس فيما يخص أو تحت مبادرة 100 مليون صحة كان لها الكثير من الاهتمام بالمرأة، وجعل المرأة أهمية كبرى وهي أساس الحياة. فكانت كشف عن سرطان الثدي، وفعلا تم الكشف عن حالات كتيرة منعت هذه المبادرة دخول هذه السيدات في حالات من المراحل المتقدمة في سرطان الثدي. ايضا الاهتمام بطلاب المدارس في الانيميا وفي السمنه وفي النحافه، وده كان امر مهم جدا، وبخاصه ان فكره الانيميا لطلاب المدارس كان موضوع مهم جدا، لان ده اكيد بيأثر على نسبه التحصيل الدراسي. ايضا منظومه الطب او منظومه التامين الصحي الشامل اللي بدا به في بورسعيد، ودخلوا حوالي 65% تم تسجيل اسمائهم، واكتمل بخمس محافظات: اسوان والاقصر والاسماعيليه والسويس. والجميل في هذا الامر ان هذا الموضوع كان بيسير مع الكورونا جنبا الى جنب. معنا مكالمه تليفونيه، معنا دكتور محمد الصياد. دكتور محمد الصياد دكتور مساعد عناية مركزة جامعة الإسكندرية، وهنتكلم مع دكتور محمد في أهم المواجهات التي بتقوم بها المستشفى بخاصة، وهو قائم على مستشفى عزل تعليمي في جامعة الإسكندرية. أهلا وسهلا يا دكتور محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. محتاجين نعرف من حضرتك اهم الاجراءات الاحترازيه اللي بتقوم بها مستشفيات العزل في الاسكندريه في الوقت الراهن، وخاصه بعد موجه كورونا الثانيه. تمام. بدايه بشكر حضرتك جدا وقناه الصحه والجمال، بصراحه يعني اللي هي من القنوات المميزه اللي بتفرض مساحه في الوقت الحالي لمثل هذه الامور الهامه، يعني ومفيش طبعا اهم من جائحه كورونا في العالم كله حاليا. بالظبط. طبعا الموجه الثانيه، يعني انا بس ليا تحفظ على المسمى نفسه. أيوة. طبعا لا يوجد في العالم كله تعريف رسمي اسم الموجه الثانيه للفيروسات، ولكن غالبا جرى المصطلح ده ان هو اعاده ظهور حالات جديده بعد انتهاء الحالات او وصولها لمعدل الصفر. ده ما حصلش قبل كده، بس حصل في الانفلونزا الاسبانيه سنه 1918. فطبيا احنا ممكن نقول ان في موجه اولى لازالت مستمره، انخفضت الاعداد صحيح، ولكن هي عباره عن موجه واحده بتعلو وتنخفض، وبعض علماء كتير عندهم تحفظ على مصطلح الموجه الثانيه. طبعا الملاحظ مع تخفيف اجراءات الحظر في كثير من دول العالم، الناس حست بالاطمئنان، يعني في علماء كتير بيرجحوا زياده الاعداد تاني، ان الاطمئنان او حاله الاطمئنان اللي وصلت عند الناس لما خففنا اجراءات الحظر. بالظبط. بالنسبه للاستعدادات، طبعا
هو انا شايف ان الموضوع ماشي في تسلسل ممتاز جدا. طبعا اول حاجه متمثله في مستشفيات الدوله، المستشفيات العامه، وانا شايف ان هي قابلت بلاء حسن في الموجه الاولى، انجاز التعبير يعني. وشايف ان احنا ما وصلناش للفول كاباستي او الطاقه الاستيعابيه القصوى، وشايف ان احنا تعاملنا معاها كويس جدا. ياتي دور تاني طبعا للمستشفيات التعليميه. حاليا عندنا مثلا في مستشفيات جامعه الاسكندريه في مستشفيتين قائمين على العزل، يتم التعامل مع الحالات بدايه من فرز وعزل الحالات وحجز الحالات الحرجه التي تحتاج لعلاج، بعدها يحجز في القسم الداخلي وبعدها في العنايه المركزه لتلقي العلاج اللازم. مع حضرتك، متى يبدأ الإنسان يشعر بأن هو لازم يتوجه فورا للاتصال بالرقم 105 أو التوجه لمستشفى عادي؟ تمام يا فندم. طبعا السؤال ده مهم جدا، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء، وده طبعا متعارف عليه، هو الموسم او اللي بنسميه سيزونال انفلونزا او الانفلونزا الموسميه العاديه اللي كانت بتيجي قبل كده. واحنا للامانه كنا في الفتره دي بنشوف انفلونزا يمكن الناس ما تسمعش عنها كتير او ما كانتش مهتمه بيها، اللي هي الاتش 5 ان 1 والاتش 1 ان 1 اللي هي الطيور والخنازير، وكان بيها برضو معدل وفيات مش قليل، بس طبعا جائحه كورونا غطت على الكلام ده كله. فطبعا الموضوع في فصل الشتاء بيبقى مبهم شويه، الاعراض متعدده ما بين اعراض تنفسيه واعراض جهاز هضمي، الموضوع متغير من مريض للتاني، مش لازم يجي الاعراض احنا بنسميها اعراض كلاسيكيه زي ما مكتوبه في الكتب، بس في ناس يجي لها صداع، في ناس يجي لها همدان شديد في الجسم، في كحه ناشفه، في سخونيه. احنا بنقول لما تشعر بهذه الاعراض يعني بتتوجه لاقرب مكان مخصص تبع وزاره الصحه لاجراء بعض الفحوصات وتقييم حاله المريض من العزل المنزلي او حجز بالقسم الداخلي او حجز لا قدر الله بالعنايه المركزه. طبعا لو جينا اتكلمنا يا دكتور عن يعني من خلال قراءاتي خلال الفترة السابقة، ووجدت ان هناك نسبة كبيرة من الاطباء حوالي 50% بيهاجروا بره مصر، قد يكون الاسباب اسباب مادية اسباب معنوية، لكن الشيء القاتل الموجع ان يكون اطبائنا هم درع هذا الوطن ودرع حمايتنا، وممكن نلاقي حالات اعتداء مثلا من اهالي المرضى في المستشفيات. رأي حضرتك في هذا الامر ايه؟ والله يا استاذه همت، حضرتك اثرت موضوع مهم جدا، وطبعا يعني لو عايزين نحط له مسمى يبقى احنا الاعتداء على الاطقم الطبيه. لا شك طبعا ان الاطباء في الوقت الحالي في ظل جائحه كورونا الناس كلها يعني قدمت للاطباء والمجال الطبي والكادر الطبي عموما كل الشكر والتقدير، ولكن يعني الحقيقه في مصر عندنا الموضوع محتاج يعني شويه اهتمامات زي ما حضرتك قلت. طبعا الجانب المادي شيء لا ينكر، ولكن نحي جانبا دلوقتي طبعا موضوع الاعتداءات ده امر مشين ولا يليق بالشعب المصري بتاتا، احنا كلنا في نفس المركب، احنا مع المريض ما احناش ضده. قد يكون الامر ظروف غير صالحه، خدمه غير متوفره طبعا، وكلنا شايفين التضحيات الاطباء بيقدموها. على فكره مصر من اكبر دول العالم شهداء او تضحيات في كورونا، وصلنا تقريبا 195 شهيد، ده رقم رهيب. تمام، فمش عايزين نقول ان الطبيب مهان في بلده مكرم في الخارج، وطبعا احنا كلنا موجودين في خدمه بلدنا وناسنا واهلنا وده حقهم علينا وحق بلدنا، بس برضه الكادر الطبي له حقوق. وانا شايف برضه ان اشكال العنف دي كتيره، يعني عنف وتعدي لفظي، عنف وتعدي يدوي، تعدي على المنشات الطبيه، ودي للأسف. حاجه مهمه جدا مش مهمه. للاسف حتى الاجهزه، ممكن اجهزه بملايين ممكن تم تكسيرها، حالات كثيره بهذا الشكل ممكن نشوفها في مستشفياتنا، وهذا ابدا لا يتناسب مع سلوك المصريين المحترمين. اشكر حضرتك جدا دكتورنا العزيز، ونشرف بحضرتك في تواجدك معنا. شكرا جدا يا دكتور. كما قال دكتور ان فعلا احنا محتاجين اهتمام اكثر، وبناشد من هنا رجال الاعمال، بناشد مؤسسات المجتمع المدني اننا نبدا نساعد الكوادر الطبيه ونبدا نساعد المستشفيات حتى انها تقدر تقوم بكل دورها بشكل كافي. الدوله عليها جانب مهم، وفعلا الدوله على قد ما بتقدر بتقدم، لكن ما زلنا في احتياج الى المزيد من الخدمات، ودور المجتمع المدني اعتقد في هذه الفتره مهم جدا. عايزين نتكلم عن التمريض، كوادر التمريض في مصر، واتمنى يكون معانا اتصال هاتفي الان. كوادر التمريض في مصر
كوادر التمريض في مصر مهمة جدا، وحقيقي ان نسبة 20% في احتياج لكوادر التمريض، وايضا بالرغم من دخول او الجامعات الخاصة بالتمريض ومعاهد التمريض، الا اننا بنشوف على مستوى الحقل في المستشفيات ان في عجز في التمريض. معنا الآن دكتور سماح عبد الله، عميد كلية التمريض جامعة أسيوط. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. كنا بنتكلم يا دكتور عن دور التمريض، الملائكة البيضاء الذين يقومون بدورهم في صمت، وبنفقد منهم الكثير أيضا في صمت. دور التمريض في مواجهة جائحة كورونا في أسيوط يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم، ونتمنى ان الجائحه دي تعدي على خير ان شاء الله، ولا تحفظ منها ارواح لا من التمريض ولا من غيرها ان شاء الله، وان شاء الله رب العالمين. والله هو دور التمريض يعني مش جديد عليهم، لان هو ده دورها في كل وقت وفي كل مكان، اللي هي رعايه المرضى ايا كانت حالتهم. بس في كورونا الوضع مختلف شويه، لان هو محتاج يعني عادة احنا بنقدم الخدمة للمريض. دلوقتي احنا عايزين الممرضة نفسها او الفريق الطبي نفسه ياخد باله من نفسه عشان يقدر يدي الخدمة دي. بالظبط بالظبط. فأول حاجة عايزينها منها ان هي تخلي بالها من نفسها عشان تقدر تراعي الناس. أول حاجة انها تلتزم هي نفسها بالإجراءات الاحترازية المتفق عليها عالميا. تمام. ودي حاجة مش صعبة. الصعوبه بتاعتها تكمن في توفير الامكانات بس داخل المستشفيات او داخل العنايات ايا كان الحاجات المستلزمات. الحاجه الثانيه اللي هي تلتزم هي نفسها بالاحترازات الشخصيه، مش بقى الممكنات اللي هي هتستخدمها. يعني مش بتكلم هنا على الماسك، ومش بتكلم على الجو، مش بتكلم على كده، بتكلم على انها تاخد بالها من نفسها في ان هي النظام الغذائي بتاعها يبقى كويس، النظام الصحي بتاعها، تقوية المناعة بتاعها، اللي هي تحافظ على نفسها رياضيا، مش تمشي بقى وتعمل، تخلي بالها من نفسها بان هي تراعي مين اللي هي بتحتك بيه وامتى وفين وازاي، وكل فتره تخلي بالها من نفسها. في حاجه ثانيه ان هي لو عندها اي اعراض بسيطه ما تهملهاش وتقول انا، لا انا كويسه، لا انت مش كويسه، لان انت البسيط اللي عندك دوت مع طبيعه شغلك ومكان شغلك هيبقى كتير وهتاذي غيرك بيه. دكتور خلي بالك من نفسك الاول عشان تقدري تاخدي. دكتور بعد اذن حضرتك، بما ان حضرتك عميد كليه التمريض، هل الكليه بتقوم مثلا بندوات تثقيفيه توعويه لطالبات التمريض او حتى للمجتمع المدني بشكل عام؟ هقول لحضرتك حاجه، هو جزء اساسي من رساله الكليه ورؤيتها ان هي المشاركه المجتمعيه. تمام. سواء كان ده للطلاب او للمجتمع. نمره واحد للطلاب او المجتمع وطلاب الامتياز. انا عندي عاملين في كليه قناه على اليوتيوب بتتكلم على الكوفيد 19 بس، وكل يوم بننزل لهم تحديث فيه. رائع. يعني لو في تحديث في علاج، لو في تحديث في انشطه، لو في تحديث اجراءات احترازيه علاوه على التنشيط التثقيفي نفسه. يعني كمعلومات. الحاجه الثانيه ان احنا الامتياز بتاعنا بنجيبهم الكليه في معمل التدريب المستمر علشان يتدربوا عمليه رائع جدا مع العيان ازاي يعمل كذا، يعني بشكل مستمر في تدريب وفي تثقيف. رائع جدا دكتور سماح، نشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى إن شاء الله إن فعلا ربنا إن شاء الله بإذن الله يحافظ على كوادرنا الطبية جميعها، وإن شاء الله تعدي هذه الأزمة على خير بأمر الله. نرجع تاني للإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس والدور اللي بتقوم به الدولة ووزارة الصحة والسكان. الوجه الآخر اللي بنشوفه في المجتمع حاليا، إننا بنلاحظ لو
حضراتكم طبعا تعلمون وجميعنا نرى متر الأنفاق مثلا بدون كمامات، رغم الصوت الدائم المكرر بغرامات سوف تفرض على من يدخل المترو بدون كمامة، وبرغم من كده أعداد كبيرة، مفيش تباعد اجتماعي ما بين الناس، الزحمة في كل مكان. إذا لم ننتبه إلى هذا الخطر فإحنا أمام سيناريوهات لا نتمنى أن تكون. أتمنى يكون معانا اتصال هاتفي أيضا من إحدى أستاذ دكتور لمياء. ألو، سلام. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ دكتور لمياء شعبان، استاذ امراض الصدر والرعايه الو والرعايه المركزه. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ اشكر حضرتك على حضورك معانا على الهواء. محتاجين نسال حضرتك الاجراءات الاحترازيه اللي بتقوم بها قسم الصدر في جامعه اسيوط، مستشفيات جامعه اسيوط، هل هي كافيه؟ وهل فعلا فيروس كورونا يعني في هذه اللحظة وفي هذه اللقطة أصبح أكثر فتكا وعلى الجميع أن ينتبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا عايزة أقول الجملة دي فعلا، إن إحنا في مصر في الفترة دي داخلين على مرحلة تانية نقدر نقول من الكوفيد 19. المرحلة دي يعني هيبقى فيها نفس المستويات بتاعة الانتهاك، ممكن تبقى حالة بسيطة، ممكن تبقى حالة متوسطة، ممكن تبقى حالة خطيرة، حسب كل حالة هنتعامل معاها. الحمد لله احنا اكتسبنا خبرة كويسة في الفترة اللي فاتت، نقدر نتعامل مع كل الحالات. بتجي لنا حالات من مستشفى الصوت الجامعي، من مستشفى الصدر طبعا، الزملاء في وزارة الصحة، وفي مستشفيات العزل في أبو سيدي، حالات رغم إن هي حالات صعبة بس الحمد لله بنقدر نتعامل، وغالبية الحالات الحمد لله تم التعافي بقت الأمور مستقرة. الحمد لله. مستشفى أسيوط الجامعي احنا عاملين نظام كويس جدا، احنا بيجي لنا الحالات الاستقبال بتدخل في مرحلة عزل بنسميها مبدئيا، بنعمل أشعة مقنعة للمريض وصورة دم وبتعرف الحالة كلينيكيا، وبنقرر وبنقيم حالة المريض هل هو محتاج يعمل مسحة أو لا، أو إذا كان محتاج يعمل بعد كده عزل منزلي أو إن هو يدخل بقى المستشفى يتعامل معاه. اجراءاتنا الاحترازيه طبعا فريق الانفكشن كنترول كله بيبقى جاهز معانا، بنستخدمها للمصفات للزملاء النواب والدارسين التعزيم ولبسهم للحاجات اللبس بتاعنا الجون وكل اللبس بتاعنا جاهزين بيه، وربنا يعين ان شاء الله في المرحله دي. ان شاء الله ربنا يعين حضراتكم، ودائما انتم درع الوطن في حمايه هذا الوطن من هذا الفيروس الفتاك. اشكر حضرتك جدا استاذه دكتور لمياء شعبان، ونتمنى ان شاء الله ان تعدي هذه الازمه على خير بامر الله. في سؤال مهم جدا، ماذا نفعل اذا شعرنا باعراض فيروس كورونا؟ هذا السؤال سوف يجيب عنه دكتور محمد الصياد، استاذ مساعد، مدرس مساعد جامعه الاسكندريه. نسمع الفيديو ده واشوفكم، اسيبكم مع هذا الفيديو، وان شاء الله اشوفكم باذن الله الاسبوع القادم في اتم صحه واتم عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير، ربنا يحفظكم جميعا ويسلمكم، وربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء والبلاء. كنت عاوز بس اوضح في عجاله كده، لان طبعا انا تلقيت كميه استفسارات كثيره جدا حوالين الموضوع ده الايام اللي فاتت. اعمل ايه لو انا حسيت باعراض كورونا، او ايه هو العلاج اللي انا المفروض اخده؟ تمام. بصوا يا جماعه، انا دكتور محمد الصياد، مدرس مساعد للعنايه المركزه، كليه الطب جامعه اسكندريه. انا بس اول مره اعرف نفسي في فيديو او حاجه عشان بس تبقى عارفه الناس مصدر المعلومات اللي بتاخدها ايه، ودي نقطه مهمه جدا عايزين ناكد عليها. ما ينفعش تاخد اي معلومه من اي حد على الفيسبوك خلاص. انا شايف يعني كل الناس بقت دكاتره، وكل الناس بقت بتنصح، وكل الناس بتكتب علاجات، والناس عماله تجري على الصيدليات تشتري كميه علاجات يعني بدون داعي خالص. وطبعا ده تكلفه ماديه عليك في الاول وفي الاخر، وملهوش اي اساس علمي. الموضوع بمنتهى البساطه، انت حسيت باعراض كورونا سواء انت كنت مخالط او غير مخالط، اللي مطلوب من حضرتك ان انت هتعزل نفسك في البيت او هتتابع نفسك خلاص.
هتتابع نفسك ازاي للاعراض، الاعراض الكحه الناشفه المستمره اللي احنا قلنا عليها، اسهال، ترجيع، فقدان في حاسه الشم، الهمدان، الكلام ده كله، وجع شديد في الزور، حراره بتجيلك وتروح، ده طبيعي، ما هي ده اعراض الفيروس. انت الفيروس بيخش الجسم بيقعد يومين ثلاثه اربعه مثلا على ما تظهر عليك اعراض، اعراض هتاخد لها اسبوع 10 ايام وبعد كده هتبدا الدنيا تهدأ معاك، ده السيناريو الطبيعي. طيب انا يا دكتور بشتكي من اعراض، طب ما طبيعي، طب ما انت لازم هتشتكي من اعراض وانت بيبقى